وننتقل مباشرة مشاهدينا للدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية. دكتور أشرف، أهلا بيك معنا في التاسعة يا فندم. ومباشرة فرص العمل اللي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء النهاردة، ملايين فرص العمل فيما يتعلق بتداعيات أو ردود أفعال على مشروع تطوير رأس الحكمة. أهلا بيك وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا حضرتك، احنا بالنسبه لصفقه راس الحكمه هي تعتبر اضخم صفقه استثمار اجنبي مباشر دخلت مصر في العصر الشريف ده، يعني ده رايي الشخصي. ودي على فكره كمان هي كمان بتعتبر، دي بتاكد ثقه الحكومه في قوه الاقتصاد بتاعنا، او بلاش نقول قوه الاقتصاد بتاعنا، في ان المرحله اللي جايه احنا قادرين، يعني قادرين ان شاء الله ان احنا نبدا، يعني حاجات زي دي، صفقه زي دي تعتبر ايه، يعني الشعور اللي جه لكل الناس ان الحكومه كده في ثقه في الاقتصاد. بالظبط. ودي حاجه تعتبر كويسه. المشروع طبعا بتاع راس الحكمه ده، انا يعني كمشروع في العصر الحديث اكيد هيبقى ليه تغيير في كافه الاصعده اللي موجوده. يعني مثلا هو اول حاجه تشجيع الاستثمار الاجنبي، هيشجعه بشكل قوي جدا، لان طبعا ده هيدخل لمصر منه طبعا زي ما هم اعلنوا 35 مليار دولار. تمام؟ مصر لها حصة كبيرة في المشروع ده، بتتعدى ال 35% من أرباح المشروع. الجانب الإماراتي طبعا هيضخ مبلغ كبير، يعني في حدود ال 150 مليار. ايوه، عشان المشروع ده. فكده يبقى يعني كده ده شيء، زائد ان هو هيساعد كمان على استقرار سوق العملات في مصر. طبعا المشكله القائمه النهارده اللي هي مشكله الدولار وكده، يعني احنا مش هنقول ان احنا ممكن ما نستغلش الدولار ده مباشرة في السوق، يعني او من استغلال في البنك، يعني ممكن يتم ادارته. لكن خلينا ناخد جانب ايجابي من احد الجوانب، اللي احنا اتكلمنا عن موضوع ضخ الدولار في السوق المصري الفترة اللي جاية من يعني ما له وما عليه. لكن خلينا نتكلم مباشرة عن توفير فرص العمل، لان هي يعني بتهم قطاع كبير جدا. من فترة السيد الرئيس تحدث عن ان المشروعات القومية بتشغل ملايين العمالة. احنا دلوقتي امام مشروع استثماري كبير، يعني يتوقع مشروع على مساحه 170 مليون متر مربع. بالظبط. يعني ويعتبر استثمار يعني قوي جدا بالنسبه للاستثمار. واستثمار مستدام. يعني اللي ايه يا فندم؟ استثمار مباشر ومستدام ايضا في نفس الوقت. ومستدام، نعم يا فندم، نعم. وطبعا طبعا هيبقى فيه طبعا، هو هيدار ازاي؟ ما هو هيدار بمصريين. بالظبط. هيدار بعماله مصريه وهيدار بناس مصريين. فبالتالي طبعا ده هيوجد فرص عمل كتير جدا، ملايين فرص العمل في مشروع زي ده. هيعود علينا طبعا، ويعود على دخلنا بشكل كويس جدا. معايا يا فندم؟ معاك يا فندم طبعا. يعني امام ملايين فرص العمل مع ضبط سعر الصرف او التحكم في النقد الاجنبي الموجود في بالتالي هيؤثر تاثير ايجابي على المستوى الاجتماعي للمواطنين. بالطبع يا فندم، بالطبع. يا ملايين فرص عمل، ده مشروع كبير. ملايين فرص العمل دي لازم تعود على المواطن، ولازم نحس بيها. هنحس بيها طبعا، لانها طبعا عدد، هيبقى في عدد ضخم هيتوفر له فرص عمل، ودي هتخفف اعباء عن الدوله، وهيحصل استقرار في سوق النقد الاجنبي. يعني سوق النقد الاجنبي النهارده المشكله اللي فيه، حتى المستثمرين نفسهم هيطمئنوا اكثر، لان هيبدا يحصل ثبات. البنك هيبدا يوفر دولار، ده بالتبعيه يعني، ومش شرط ان هو يبقى داخل مباشر في قطاعات معينه بعينها او كلام ده، ولكن بشكل عام هيعمل تدفق للسيولة في داخل البنوك. هتقدر البنوك توفر السيولة للمستثمرين وتوفر الدولار. هنبعد بقى عن الموضوع، يعني او هيخف الضغط شوية عن موضوع السوق السوداء، يعني بصرف النظر عن ضبط الاسعار. يعني ضبط الاسعار ده مسألة تانية، ولكن هو في اي حالة من الاحوال هيعمل نوع من الاستقرار، والاستقرار القوي كمان. هو في الامور او في الحالات اللي زي دي، في الحالات اللي زي دي دكتور اشرف، يعني الاستجابة او المردود نفسه الاقتصادي بيتم بعد قد ايه في مشاريع كبيره زي دي؟ المشاريع الكبيره دي هو لضخامه المشروع، هو المفترض ان هو طبعا بتاخد فتره من 6 شهور لسنه قبل ما تبدا، يعني تحس ان انت انجزت انجاز كتير. ولكن في مشروع بالضخامه دي وبالحجم دي، الناس هتحس بيه من البدايه. من البدايه مردوده هيبقى قوي، لانه هو طبعا مشروع ضخم واستثمارات ضخمه ومبالغ هتضخ بصوره ضخمه. فطبيعي ان احنا في اول شهر وشهرين هنبدا نحس بيه ان شاء الله. يعني القطاع الخاص يعني اصبح امامه فرصه عظيمه للاستثمار، اذا كان المستثمر الاجنبي طبعا. الشركات المصريه، مظبوط يا فندم، لان مشروع بهذه الضخامه
يعني بيدل على ثقة المجتمع الدولي والكيانات الاقتصادية الدولية في الاستثمار داخل مصر، فمن ثم يعني ما عادش في حجة تماما للقطاع الخاص المحلي ان هو يساهم. لا لا طبعا، القطاع الخاص هيبقى ليه دور كبير في الموضوع ده، وهو هيبقى المستفاد الاكبر كمان. يعني القطاع الخاص، لان طبعا دي مشاريع بتتفتح واموال بتضخ وشغل، فطبعا ده هيفتح باب وهيفتح مجالات كتير. يعني احنا ما نقدرش نحدده في زاويه واحده بس، ده هو هي بالتبعيه كده هنلاقي ان المبالغ دي مجرد ما تضخ، واول بطوله الشغل بالنسبه للمشروع شركات هتتدخل مصريه وناس مقاولات على 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 حاجات كتير، هتبدا ان هي تنشط من جديد تاني، خاصه بعد فتره الركود اللي فاتت اللي كانت موجوده، لان ده طبعا ده يعني مجال يعتبر هيجيب ناس كتير، هيجيب شركات كتير وقطاعات كتير، هيحصل فيها رواد بسبب المشروع ده ان شاء الله. يعني ان شاء الله، يعني احنا كل الفكره ان احنا كنا عايزين يعني نوصل رساله ان مشروع ضخم زي ده ليه مردود اقتصادي ايجابي جدا، الحكومه قدامها فرصه عظيمه لاستغلال هذا المشروع في انشاء او في عقد العديد او المزيد من الشراكات المماثله لانتعاش وانعاش الاقتصاد المصري. مصر دوله غنيه جدا بمقوماتها، مصر اشتغلت من سنين طويله على البنيه التحتيه اللي تؤهل اليوم زي النهارده نشوف مشروع تطوير وشراكه استثماريه بهذا الحجم. انا بشكرك جدا الدكتور اشرف غراب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنميه الاجتماعيه.